بسم الله. ربنا اشرح صدورنا الإسلام وبيض وجوهنا بالتمام في كل زمان ومكان، واجعلنا من قلت فيهم ويوم تبيض وجوه، وهم ستسود وجوههم لأنهم عصوا الله ويقول لا تغلو وما يغلو، عندهم هما طبيعة وقت اللي ربي يقول لا وما يزيدوا القدام في المعصية. دونك ils veulent une désobéissance à Allah. Donc ils ne sont pas des croyants en Allah. Voilà la vérité de ces salauds de judéo-chrétiens. نعود إن شاء الله.